ربما تكون خلود تسوقي أول امرأة تستغني عن مستحضرات التجميل لاستخدامها في رسم لوحات، فقد حولت الفنانة المستحضرات الخاصة بها إلى مادة لتلوين رسوماتها. وتوصلت خلود لتلك الفكرة المبتكرة بعد حيازتها على شهادة في الفنون، وهي تعتبر أن أدوات الزينة مادة مميزة للرسم. بعد تخرجي من الجامعة لقيت المكياج بيشبه كتير أدوات أو مادة عندنا بالفنون اسمها مش مادة، هي خامة اسمها الباسل الطباشيري، بيشبهها كتير تقريبا في الشكل أو في الملمس. فلقيت في المكياج كتير ألوان ممكن نستخدمها بدل الألوان اللي ممكن نشتريها الغالية الغير متوفرة كمان. وقبل 4 سنوات كانت خلود تستخدم مساحيق تظليل العين السوداء وبعض مستحضرات التجميل الأخرى وتخلطها بألوان حقيقية لإتمام لوحاتها الفنية. الفن ما له حدود والفن كله إبداع، فأنا كفنانة فلسطينية لازم أصلع من لا شيء شيء كالأدوات المكياج، إنه هي مو كتير مهمة، هي فقط بيستخدموها في تجميل السيدات. كمان المكياج متوفر بكثرة وسعره كمان قليل عكس اللوحات المائية أو ألوان الأكريليك أو الزيت. يعني لما بدي أجي أعمل لوحة بألوان الزيت ممكن تكلفة الأدوات فيها تكلفني ما يقارب 50 إلى 60 شيكل، أما اللوحة بالمكياج ممكن تكلفني 20 شيكل، يعني في فرق كبير. وتوضح خلود أنها لا تتلقى أي دعم مالي خارجي لإنجاز لوحاتها، فيما يقدم لها والدها وأخوها المبالغ اللازمة لشراء المواد الأساسية إضافة إلى الدعم المعنوي. فلسفة المجتمع تنظر إلى التربية الفنية من البداية من مدارسنا بأنها حصص لا قيمة لها وتعتبر تكملة أو حصص ممكن يرتاح بها المدرس في التعليم، أو ممكن تسند إلى مدرسين آخرين موادهم في المنهج طويلة إلى نوع ما. لا يهم نوع الألوان المستخدمة، فالأهم هو النتيجة النهائية. فهذه الفنانة أثبتت أن كل شيء قابل للتحقيق ولو وجدت العزيمة ولو بمستحضرات التجميل.